تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ردا على برقية سموه المهنئة بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الدولة الشقيقة. وضمن سمو أمير دولة الكويت البرقية خالص الشكر على المشاعر الطيبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصادق دعائه، ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، ويحقق لمملكة البحرين ولشعبها كل التقدم والازدهار.